عن عقل مصر وخبرائها. منذ إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أصبحت بيتاً للنخبة وللدبلوماسية الرفيعة لأكثر من نصف قرن. الكلية فعلاً أزعم أنها تضارع أرقى الكليات المناظرة لها في العالم المتقدم. في كل أزمة هناك دائماً أهل للرأي. مع المفكر الكبير الدكتور أحمد يوسف. نحن نشهد الآن تطورات ونهضة في مجالات كثيرة وسط هذا العالم المتغير وتلك الحروب التي تنشأ من حين لآخر وصراع القوى حولنا، كيف ترانا؟ الحقيقة ما يجري على أرض مصر الآن يعني شيء خارق. تذكري حضرتك أزمة الإرهاب، احنا كنا يعني فين وبقينا فين؟ من مئات العمليات الإرهابية في السنة إلى زيرو إلى صفر. أستاذ أكاديمي وخبير في الشؤون العربية والسياسة الخارجية، نسأله عن تداعيات ما يدور حولنا هذه الأيام. مصر في قلب العالم، حوار جديد في حديث العرب من مصر غدا 7 مساء على قناة مصر الأولى.